حجاج بيت الله الحرام يتمون مناسك الحج. مصر تنفي ما تردد بشأن مشاركتها بقوة عربية تابعة للأمم المتحدة للسيطرة على المعابر مع غزة. مع تصاعد المواجهة على الحدود في الجبهة الشمالية، حزب الله يهدد بأنه لن يكون هناك مكان آمن في إسرائيل. التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. مرحبا بحضراتكم. من كل فج عميق جاءوا طلبا للمغفرة وملبين للنداء، واليوم أتم حجاج بيت الله الحرام مناسكهم بطواف الوداع في ثالث أيام التشريق. حج مبرور وسعي مشكور لكل ضيوف الرحمن والأمة الإسلامية. كل عام وحضراتكم بخير. لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. أتم الحجاج طواف الوداع في ثالث أيام التشريق وسط منظومة خدمية متكاملة، حيث تم تجنيد كوادر أمنية مدنية وموظفين لإدارة وتنظيم جموع الحجاج بالتعاون مع الجهات الأمنية، مع تهيئة لكامل أدوار مبنى المطاف وكامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام. وأكدت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي إطلاق المرحلة الثالثة من خطتها لمرحلة ما بعد أداء مناسك الحج، والتي تضمنت العديد من المبادرات الدينية والبرامج التعليمية الجديدة. ويتوجه الحجاج بعد ذلك ممن لم يزوروا المسجد النبوي إلى المدينة المنورة للصلاة في الروضة الشريفة. بطواف الوداع أتم حجاج بيت الله الحرام رحلة الذنب المغفور التي بدأت من طواف القدوم بمكة المكرمة، ومن ثم السعي بين الصفا والمروة، وبعدها التوافد على مشعر منى لقضاء يوم التروية اقتضاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وصولا لركن الحج الأعظم. فمن جبل عرفات عانق نداء الحجاج السماء بقلوب خاشعة يملأها الإيمان، وفور غروب شمس يوم عرفة توجه الحجيج إلى المبيت بمزدلفة حتى فجر اليوم العاشر من ذي الحجة. وصبيحة يوم العيد توجه الحجيج إلى منى لرمي جمرة العقبة، وفور أداء ذلك ذبح الحاج هديه ليتم له التحلل الأصغر، ومن ثم أدى الحجيج طواف الإفاضة وتوجه لرمي الجمرات في أيام التشريق الثلاث. من كل فج عميق جاء حجاج بيت الله الحرام وتوالت مناسك الحج بنداء واحد تلبية لفريضة أقرها الإسلام لمن استطاع إليها سبيلا. هكذا لبى ضيوف الرحمن النداء وأدوا المناسك وطافوا بالبيت العتيق راجين من الله عفوه وأن يغفر لهم كل ذنوبهم، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وأن يعيده عليهم أعواما عديدة. تواصل عيادات البعثة الطبية المصرية العمل على تقديم خدمتها للحجاج المصريين، وذلك بعد إتمام الحجاج لطواف الوداع في اليوم الأخير من أيام التشريق.
أنهى ضيوف الرحمن أيام التشريق الثلاث ورمي الجمرات لغير المتعجلين. وقد شهد جسر الجمرات انسيابية ومرونة خلال تصعيد ضيوف الرحمن إلى الجسر لرمي الجمرات الثلاث والعودة إلى مكة المكرمة لاستكمال الرحلة المقدسة. عيادات البعثة الطبية المصرية عادت بكامل طاقتها للعمل بمكة المكرمة والمدينة المنورة لاستقبال الحجاج المصريين لتقديم الخدمات التشخيصية والدوائية كافة على مدار الساعة. الخدمة الطبية احنا بنقدم زي قبل المشاعر تماما دلوقتي، الأدوية متوفرة. أغلب شكاوى الحجاج طبعا ليها علاقة بالإجهاد الشديد، المجهود العضلي اللي عملوه، حالات الإجهاد الحراري، الجفاف، ارتفاع في درجة الحرارة، أدوار برد، ألم في العضلات، تقرحات أو جروح بسبب المشي لفترات طويلة أو بسبب الزحام. الحاجات دي كلها الحمد لله الأدوية بتاعتها متوفرة. الحالات اللي بتحتاج أكتر من كده بنبدأ نحول على المستشفيات زي ما كنا بنعمل قبل المشاعر بالظبط. كان معانا الأدوية بالكامل موجودة معانا برضو، فلو كان في حد من الحجاج يحتاج أي دواء، حاجات مثلا مسكنات عظم، أي حاجة تخص العظام، أي حاجة تخص خفض الحرارة، الحاجات كانت متوفرة معانا سواء في ميناء أو سواء في عرفات الحمد لله. ولما رجعنا الحمد لله لما الحجاج قدوا مشاعر بتاعتهم ومناسك على خير، العيادات كلها الحمد لله اشتغلت بكامل طاقتها. كل الأدوية برضو بالنسبة لنا متوفرة في العيادات، فأي حد من الحجاج بنطمنه لو محتاج أي دواء هينزل يكشف في العيادة عادي خالص. الدكاترة قاعدين في انتظار ومستنيين، وكلنا قاعدين على مدار 24 ساعة قاعدين في أماكننا، مفيش مشكلة خالص. الأدوية متوفرة معانا تماما كأننا لسه جايين من مصر النهاردة أول يوم عشان نقدم مناسك من أول وجديد. فمنطمن الناس الحمد لله كلها إن شاء الله الأدوية متوفرة مفيش مشكلة الحمد لله. معظم الحالات التي استقبلتها عيادات البعثة الطبية المصرية بمكة المكرمة والمدينة المنورة تعاني من نزلات برد وإجهاد وحالات عظام، فهي أمراض تتوافق مع طبيعة الرحلة المقدسة. بالنسبة لحالات العظام اللي عندنا بتبقى كلها ألم عضلات من المسافات اللي بنمشي فيها، تمزقات الأربطة في اللويات والمسافات اللي احنا بنمشي فيها، تورمات في الأقدام، والحمد لله كانت البعثة موفرة كل أنواع العلاج اللي احنا محتاجينه في الفترة دي. حتى في نظام التحويل بيننا وبين المستشفيات الحمد لله رب العالمين على أحسن مستوى، فكل الحالات اللي احنا بنشك فيها في قصور أو كده بتحول على المستشفيات بيتعمل لها اللازم إذا كانت عمليات جراحية أو جبس أو حاجات زي كده، والحمد لله الأمور ماشية وربنا يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. ورغم حالات الإجهاد التي تعرض لها ضيوف الرحمن إلا أنهم أثنوا على الخدمات التي قدمت لهم، فالأجر على قدر المشقة. احنا شوية في مال يعني، بس كل الحاجات إيجابية يعني. كان في صعوبات عشان الجو الشديد والحرارة والزحام الشديد جدا، بس كل ما الواحد بيتعب بيجي هنا العيادة بصراحة بيلاقي معاملة فوق الوصف، حقيقي والله فوق الوصف. العلاج متوفر، الاستشارة متوفرة، النصيحة متوفرة. حسب راحة نفسية وارتحت ان انا جت هنا والله ارتحت. وقابلونا مقابلة جميلة يعني الحمد لله يعني. جينا هنا قبل كده مرة واثنين وثلاثة يعني الساعة واحدة بالليل، انا جيت بالحاج هنا الساعة 2 بالليل قبل كده، كل الطقم كان موجود. برضه اعطونا اللازم برضه عشان خاطر رجل الحاج برضه. والله الحمد لله، الحمد لله ان هو جابنا هنا وان احنا قدنا الحمد لله، وعلى قد التعب نلاقي ان شاء الله الحسنات ان شاء الله. عبد حميد لضيوف الرحمن بعد ادائهم المشاعر وسط تامين طبي شامل من السلطات السعوديه والبعثه الطبيه المصريه بمكه المكرمه والمدينه المنوره، نسال الله القبول. محمد حلمي، التلفزيون. تواصل وزارة الداخلية تكثيف تواجدها الأمني والمروري على الطرق المؤدية إلى المدن الساحلية ومنها الساحل الشمالي. يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتحقيق الانضباط المروري وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين. نظرا لما تشهده الطرق من كثافات وأحجام مرورية عالية خلال أيام العيد، كثفت وزارة الداخلية من تواجدها الأمني على هذه الطرق وفي مقدمتها المؤدية إلى المدن الساحلية لتوفير الأمن لمرتاديها وبث الطمأنينة في نفوس المسافرين. دايما مصر بخير وأمان بفضلكم. كل سنة وانت طيب يا ريس، ويا رب كده بخير ودايما في تقدم، ودايما الطرق الجميلة دي مكملين فيها يا رب. ومع ما تشهده منطقة الساحل الشمالي من إقبال، كثفت وزارة الداخلية من خدماتها الأمنية والمرورية على الطريق الساحلي وأمام القرى السياحية على مدار اليوم. إلى جانب دور هذه الخدمات في تحقيق الانضباط المروري، فقد قدمت التهنئة للمواطنين بالعيد، وتم تبادل التهنئة ما بين المواطنين ورجال الشرطة.
وسون طيبين الاول، وربنا يوفق شرطتنا وربنا يوفق الرئيس باذن الله. عيد سعيد عليكم كلكم وعلى مصر كلها، وان شاء الله تبقى دايما بخير. كل التحيه والتقدير لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي على المجهود خلال العشر سنين اللي فاتت، اللي عمل فعلا نقله نوعيه في مصر وفعلا نقلها من مرحله لمرحله ثانيه. احب اقول للرئيس عبد الفتاح السيسي ربنا يبارك فيه بجد في اللي هو عمله في البلد. نشكرك على المجهودات اللي مقدمها لنا الفتره اللي فاتت، والله التطورات في البلد خطيره يعني، شكرا جدا. الخدمات اكدت على مرتادي الطرق ضروره الالتزام بالتعليمات المروريه بخاصه السرعات المقرره لكل طريق، والتي يتم متابعتها الكترونيا من خلال شبكه ضخمه من الرادارات وكاميرات المراقبة المربوطة بغرف العمليات المركزية حفاظاً على الأرواح والممتلكات. رصد الحالة المرورية على الطرق إلكترونياً بالتوازي مع وجود الخدمات والارتكازات الأمنية يحقق مزيداً من الانضباط المروري والحفاظ على أمن الطرق وأمن مرتاديها. يحرص المصريون في عطلاتهم على الاستمتاع بالحدائق في مختلف المحافظات، واستغل سكان القاهرة تراجع معدلات الحرارة بشكل نسبي للتوجه للحدائق في رابع أيام عيد الأضحى المبارك. في رابع أيام عيد الأضحى المبارك توافد المصريون على حديقة الطفل بمدينة نصر للاستمتاع بأوقاتهم وسط المسطحات الخضراء والمساحات الواسعة. أنا أول مرة جيها بس شفت صورها يعني وكده على سوشيال ميديا، لقيتها أن هي ابتدى أماكن الزرع هنا يعني شكل الزرع مريح جدا وحلو يعني. حاجة محترمة جدا وحاجة جميلة، وبالإضافة أن هي يعني واسعة وفيها خدمات كتير، وأنا شايف في معظم الناس مبسوطة وبالأجواء، وأولا يعني كل عام وانتم بخير. الدنيا أمان هنا كويسة، أنا مأمنة على أطفالي هنا، والدنيا كويسة والجو حلو، وكل سنة وانتم طيبين. ومع انخفاض درجات الحرارة بدأ المواطنون يقبلون بكثافة على الحديقة هم وأسرهم، وسط توفير عناصر الأمان والخدمات اللوجستية للزائرين. جنينة من ساعة ما تجددت بصراحة كل حاجة فيها كويسة، وكل سنة وهم طيبين، وكل سنة والناس والشعب المصري كله بخير. حديقة الطفل عشان تجمع الحلو للناس، وناس الحمد لله رب العالمين، والعيد حلوة وجميلة. تعتبر حديقة الطفل من الأماكن المخصصة للأطفال بمدينة نصر، وتحتوي على العديد من الألعاب والمسطحات الخضراء الطبيعية والمساحات الواسعة لممارسة الأنشطة والرياضات المتعددة. محمد الخطيب، التلفزيون المصري. وشهدت حديقة بنت الشاطئ في محافظة دمياط إقبالا كبيرا من المواطنين في رابع أيام عيد الأضحى المبارك، حيث حرصوا على قضاء إجازة عيد الأضحى المبارك بين أجوائها المبهجة وأشجارها الخلابة. وسادت أجواء من الفرح والبهجة في حديقة بنت الشاطئ التي شهدت ازدحاما وإقبالا كبيرا، وفضل جزء كبير من المواطنين اللجوء إلى الحديقة هربا من حرارة الطقس، وانتشروا في الحديقة برفقة أطفالهم والتقطوا الصور التذكارية. هي الحديقة حاليا بعد التجديدات بالتحديد بقت أقرب للبحر أكتر، بقت على مسافة أكبر، بقت مجهزة من ناحية حاجات كتيرة جدا 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 لأن احنا نقضي فيها فعلا عيد، أو إن احنا نقضي فيها فعلا خروجة متكاملة من ناحية المطاعم، من ناحية كل المحلات اللي بتبيع مشروبات. الحديقة هنا مكان حلو جدا في دمياط، ومكان حضاري لأهل دمياط وممشى حلو، وبيتمتع ان هو على كورنيش النيل. احنا جينا النهارده الحديقه انا واصحابي واكلنا فيها، وكانت الحديقه حلوه ما فيهاش حاجه مضايقانا، والمكان اصلا حلو. الحديقه جميله قوي، وانا مبسوطه قوي بالحديقه، انا اول مره اصلا اجي هنا. فضلنا نلعب ونتبسط وكده، وانا جايه اصلا انا وصاحبتي فضلنا نلعب، وقابلنا ناس جميله وفضلنا نلعب معاهم. الحديقه هنا بسم الله ما شاء الله حلوه، والامن فيها بسم الله ما شاء الله. جينا انا واصحابي نتفسح ونقضي وقتنا هنا، والبحر بسم الله ما شاء الله. شهد شاطئ محافظة بورسعيد توافد الآلاف من المصطافين ليصبح كامل العدد
للاستمتاع بأجازة عيد الأضحى. تعددت مشاهد الفرحة على الشاطئ بين الكبار والصغار من ممارسة الرياضات الشاطئية ولعب كرة القدم والسباحة داخل مياه البحر. واستعدت محافظة بورسعيد بتجهيز الشاطئ بكافة الخدمات، وقامت إدارة الشاطئ بالتنسيق مع أصحاب الكافيتريات ومؤجري الشماسي لتقديم أفضل خدمة للزوار خلال أيام عيد الأضحى المبارك. كما انتشرت فرق الإنقاذ على طول الشاطئ لتقديم النصائح والإرشادات للمواطنين، ولم تسجل غرفة العمليات التابعة لمحافظة بورسعيد أي حالات غرق خلال أيام العيد. قبل بداية الموسم المحافظة استعدت لاستقبال الموسم الصيفي بشكل كبير جدا جدا، عن طريق اللي احنا البحر كل يوم بيتوضى بالصبح، عن طريق اللي قدمنا الخدمات اللي هي الناس بتحتاجها، دورات المياه الأتشاش. طبعا البحر بورسعيد مفتوح على يعني الشاطئ مفتوح على بورسعيد كلها، من اي مكان بتقدر تخش، مفيش حواجز. الموسم ده موسم كبير قوي، والعدد زاد جدا لان البلد طورت تطور كبير قوي. بورسعيد يعني اتغيرت 180 درجه. احنا هنا الحمد لله متوزعين يعني على الشاطئ كله، من بالنسبه لكل حي عليه عدد من المنقذين، بنقسم نفسنا بحيث يبقى كل منطقه فيها منقذ او فيها منقذين على الاقل. استعدينا للعيد والحاجات ديت عن طريق اللي احنا عملنا زي خطه كده اوليه في بدايه العيد، ان احنا قسمنا نفسنا تقسيمه بحيث يبقى كل منقذ واقف ماسك حته معينه. بلد 100 بورسعيد وناس جميله وشاطئ جميل. كل سنه لازم اجي هنا، جميله بنحبها، بحرها جميل وهاديه وناسها طيبين الصراحه. شاطئ بورسعيد بصراحه رائع، واحنا كل سنه بنيجي هنا وبنحب جدا بورسعيد وبنحب كمان الخروجات. شهدت فعاليات وزارة الثقافة المصرية إقبالا جماهيريا كبيرا خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، ورفعت مسارح الدولة وسينما الشعب لافتة كامل العدد، محققة إيرادات كبيرة في القاهرة والمحافظات. هذا وحرصت الوزارة على تقديم برنامج فني وثقافي شامل يرضي مختلف الأذواق والفئات العمرية، حيث شملت الفعاليات عروضا سينمائية ومسرحية وعروضا للفنون الشعبية وورشا إبداعية للأطفال، وذلك بهدف نشر الثقافة والفنون وإسعاد الجماهير خلال عطلة العيد. أطلقت مؤسسة حياة كريمة مشروع سق الأضحية للعام الثاني على التوالي، بعدما نجحت المؤسسة في الموسم الماضي في توصيل اللحوم للأسر المستحقة. احنا النهاردة في مشروع صك الخير، المشروع اللي اطلقته حياة كريمة من السنة اللي فاتت. احنا الموضوع ابتدى من اول ما اشترينا الصقور الاضحية ودخلناها مزارعنا الحمد لله، الناس اللي اشترت السكوك الحمد لله، احنا اقل صك في مصر تقريبا الحمد لله، واجود انواع اللحوم. الحمد لله احنا دي السنه الثانيه للمؤسسه ان هي تقوم بذبح الاضاحي في المجازر. احنا بنستلم الروس بنبدا نعدها، نبدا ندخلها على مراحل معينه. اول مرحله بندخلها في الممرات، وبعد الممرات بندخلها على غرف الذبح. موجودين النهارده في مزرعه حياه كريمه احنا ومتطوعين محافظه الشرقيه عشان نساعد في تغليف وتعبئه اللحوم الخاصه باهالينا اللي هتوصل لهم لغايه البيوت. متطوعيننا موجودين عشان يغلفوا ويعبوا اللحوم ونحطها كمان في ثلاجات التبريد، وبعد كده بنحملها على طول على العربيات اللي بتطلع على بيوت اهالينا المستفيدين على طول في محافظات جمهوريه مصر العربيه. الحقيقه ان احنا بدانا مشروع صك الاضحيه مع دايره عيد الاضحى ومشاركه جميع قطاعات المؤسسه. حابب اذكر مشاركه القطاع الميداني لمؤسسه حياه كريمه، جميع شبابنا المتطوعين بمؤسسه حياه كريمه شاركوا بدايه من بعد صلاه العيد مباشره في ذبح الاضحيه وعمليه التشفيه والتعبئه والتغليف وتكييس اكياس اللحوم.
بدأنا المشروع بالمراحل الخاصة بالتقطيب بقالنا عدة شهور، استهدفنا كميات محددة من العجول، عجول تكون بلدي، راعينا العجول كلها سواء في مراحل التربية والتغذية والتحصينات والأدوية. ابتدينا النهاردة في المراحل التنفيذية الخاصة بالمشروع، بدأنا الحمد لله بالذبح، بعد كده بيخش عندنا العجول لمرحلة التشميع، التشميع ده إن احنا بنبرد العجول عند درجة حرارة 4 سليزيوس، عندنا بعد كده مرحلة التشفية بيتم تشفية اللحمة من كافة العظام اللي موجودة فيها، وعندنا مرحلة التعبئة وتوصل للأسر المستحقة في كافة محافظات الجمهورية. مهمتنا الأساسية كانت متابعة تنظيم سير عمل الأضاحي للمؤسسة والتأكد من ظهورها بمظهر لائق يليق بمؤسسة حياة كريمة، واليوم فعلا كان مشرف وتم حضور عدد كبير جدا من الأهالي المشاركين بصكوك الأضاحي. النهاردة أنا اشتريت صك الأضحية من مؤسسة حياة كريمة، وبجد التجربة كانت جميلة جدا، سواء التنظيم، النظافة، كل حاجة شايفاها قدام عيني في التقطيع، بجد تجربة جميلة جدا، وبشكر كل المنظمين وإن شاء الله السنة الجاية مع حياة كريمة. هي السنة الثانية ليا على التوالي، السنة اللي فاتت طبعا كانت حاجة مشرفة جدا وجميلة جدا، ده اللي خلاني اشترك تاني السنة دي، والسنة دي كمان جيت وحضرت في أثناء الذبح في المزرعة وكان يوم جميل، أنا وولادي وولادي اتبسطوا. أحب بس أشكر فريق حياة كريمة كله من متطوعين وقطاع ميداني وكل زمايلي اللي موجودين، اللي كلهم فضلوا إنهم يكونوا موجودين من أول يوم العيد في المزرعة يساعدوا عشان يطلع صكوك الخير. دايماً حياة كريمة جنب كل مواطن مصري من إنسان لإنسان. إن التاريخ سيتوقف طويلاً أمام تلك الحرب، يسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. وأكد مجدداً أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلاً وقولاً برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. أكد مصدر رفيع المستوى أنه لا صحة لما تردده بعض المواقع الإخبارية بشأن موافقة مصر على المشاركة بقوة عربية تابعة للأمم المتحدة للسيطرة على المعابر مع غزة. يأتي هذا في إطار جملة الثوابت المصرية التي تؤكد عليها القيادة السياسية دائما وأبدا بشأن القضية الفلسطينية بشكل عام وموقف المعابر مع القطاع بشكل خاص. وفق مواقف راسخة وثوابت لا تتزعزع بتغير الزمان أو المكان، تمضي مصر في طريقها مناصرة لقضية العرب وقضيتها الأولى على مر العصور، ثوابت تؤكدها القيادة السياسية في كل وقت وحين لتذكر الجميع بأنها ستظل حائط صد أمام أي محاولات لتصفية القضية أو لعزل قطاع غزة عن العالم. وفي وقت تبذل فيه مصر جهودها الحثيثة لإغاثة الشعب الفلسطيني عبر تحركاتها السياسية والدبلوماسية والإنسانية المتواصلة، ترفض مصر محاولات المتاجرة بأرواح الأشقاء عبر سياسة فرض الأمر الواقع من أي طرف كان مهما بلغت التحديات. في ضوء تلك العقيدة وذلك الموقف، وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على دفع كميات من المساعدات الإنسانية والوقود لتسليمها إلى الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم، وذلك بصورة مؤقتة لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر
رفح من الجانب الفلسطيني. وفي هذا الإطار، طالما أكد الرئيس السيسي ضرورة تضافر المساعي المختلفة لإنفاذ حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، مشدداً على رفض كافة محاولات تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم وإمعاناً في التمسك بالثوابت، نفى مصدر رفيع المستوى ما تردده بعض المواقع الإخبارية بشأن موافقة مصر على المشاركة بقوة عربية تابعة للأمم المتحدة للسيطرة على المعابر مع غزة. فطالما أكدت مصر مراراً وتكراراً أن معبر رفح هو معبر مصري فلسطيني، مشددة على أن مصر ستعيد إدخال المساعدات من خلال آلية يتم الاتفاق عليها بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، وسعياً لإغاثة الشعب الفلسطيني، أكد مصدر رفيع المستوى في وقت سابق أن استئناف إدخال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم جاء من منطلق حرص مصر على التخفيف من وطأة نقص المساعدات ولحين عودة معبر رفح للعمل بشكل طبيعي وفق آلية متفق عليها، وهو الأمر الذي رحبت به الرئاسة الفلسطينية من جانبها، ليظل معبر رفح مصرياً فلسطينياً مهما حاول أي طرف قلب الحقائق أو التحايل عليها، ولتبقى ثوابت مصر غير قابلة للمساس لا بالسياسة الأمر الواقع ولا بالتفاوض. أكدت حركة حماس أن تصريحات رئيسة لجنة التحقيق الأممية تأكيد جديد على ما اقترفه الاحتلال من جرائم وانتهاكات ضد الفلسطينيين. ودعت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكل الجهات الحقوقية إلى العمل على وقف جرائم المحتل الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، كما دعت الحركة إلى دعم جهود محكمة العدل الدولية في محاسبة الاحتلال الإسرائيلي وقادته واصفة إياهم بمجرمي الحرب. قالت رئيسة لجنة التحقيق الدولية المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة نافي بلاي، قالت إن السلطات الإسرائيلية مسؤولة عن جرائم حرب ضد الإنسانية. وأضافت نافي بلاي أن إسرائيل مسؤولة عن جرائم حرب وعمليات القتل والتهجير القسري والتجويع والعنف الجسدي ضد الفلسطينيين، مشيرة إلى أن إسرائيل منعت وصول المواد الإنسانية الأساسية للمدنيين الفلسطينيين واستخدمتها كسلاحا للحرب، وأن إسرائيل استهدفت المدنيين بشكل متعمد في مناطق مكتظة بالسكان، لافتة إلى رصد تصاعد في عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. طالب رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو شركائه في التحالف بضبط النفس، مشيرا إلى أن هناك عدة جبهات مفتوحة وأن حكومته تواجه تحديات كبيرة وقرارات صعبة. وأفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن حزب الليكود الحاكم في إسرائيل برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد أشار إلى أن وزير الأمن القومي إتمار بن غفير يسرب محادثات سرية من المجلس الوزاري. وبحسب الصحيفة، فقد عرض نتنياهو ضم بن غفير إلى مجموعة محدودة من أعضاء مجلس الوزاري الأمني الذين يتلقون مراجعات أمنية. وردا على ذلك، أعلن حزب القوة اليهودية الذي يتزعمه بن غفير أنه يدعم قانونا يلزم أعضاء مجلس الوزراء بالخضوع لاختبارات كشف الكذب بما يشمل أصحاب أجهزة تنظيم ضربات القلب، في إشارة إلى نتنياهو الذي ركب جهازا مماثلا العام الماضي. ميدانيا، أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 9 فلسطينيين إثر قصف لقوات الاحتلال استهدف مجموعة من المدنيين والتجار كانوا في انتظار شاحنات المواد الإغاثية في جنوب قطاع غزة. إلى هذا، أعلنت السلطات الصحية في غزة استشهاد 37,396 فلسطينيا
وإصابة 85523 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي. وأشارت السلطات الصحية في غزة إلى أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة. وصل منها للمستشفيات 24 شهيدا و71 مصابا خلال 24 ساعة. أعلن برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP أن الهجمات الإسرائيلية على المناطق السكنية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر عام 2023 خلفت 39 مليون طن من الأنقاض، ما يعادل 107 كيلوغرامات من الأنقاض لكل متر مربع في القطاع. جاء ذلك في تقرير نشره البرنامج الأممي بشأن الأثر البيئي للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة. التاسعة مستمرة وتتابعون فيها. كييف تنتقد وبشدة اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وبيونغ يانغ. أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله على أنه إذا شنت إسرائيل الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا سقف. وأشار الأمين العام لحزب الله اللبناني إلى أنه لن يكون هناك مكان في إسرائيل بمنأى عن صواريخ الحزب. وأضاف نصر الله أن الجبهة اللبنانية تواصل إلحاق الخسائر المادية والمعنوية بجيش الاحتلال الإسرائيلي. وشدد حسن نصر الله على أن حزب الله لا يسعى للدخول في حرب شاملة مع إسرائيل، وأن التصعيد في لبنان حاضر على طاولة مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة. في سياق متصل، أعلن حزب الله أنه استهدف بعدد من المسيرات الانقضاضية مواقع للاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة المطلة شمالي فلسطين. وأفادت صحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية عن أن مسؤول سياسي كبير أن حزب الله إذا واصل هجومه فإن جنوب لبنان سيصبح مثل غزة، مؤكدا أن قبول حزب الله لعرض المبعوث الأمريكي لن يوقف خطط الهجوم المضاد. يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه المبعوث الأمريكي إلى لبنان أن محاولات التوصل إلى اتفاق تهدئة في الشمال باء بالفشل. بالتزامن مع زيارة المبعوث الأمريكي أموس هوكستن إلى بيروت وتل أبيب في محاولة لإنهاء الحرب بين حزب الله وإسرائيل بطريقة دبلوماسية تجنب المنطقة فتح جبهة جديدة لصراع قد لا يحمد عقباه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على خطط عملياتية للهجوم على لبنان. بيان الجيش الإسرائيلي أوضح أن كبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين أجروا تقييما مشتركا للوضع في القيادة الشمالية، وفي إطار ذلك التقييم تمت المصادقة وإقرار خطط عملياته للهجوم على لبنان. وقبيل هذا الإعلان كان وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس قد توعد بالقضاء على حزب الله اللبناني في حال اندلاع حرب شاملة. تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي وإقرار الخطط العملياتية جاء كرد بعد ساعات من نشر حزب الله تسجيلا مصورا يمتد لأكثر من 9 دقائق يرجح أن طائرة مسيرة التقطته، ويظهر مسحا لما يبدو أنه منشآت يمكن أن تشكل أهدافاً في حيفا وتجمعات سكنية شمال شرق المدينة. التسجيل المصور اعتبرته أوساط الداخل الإسرائيلي خرقاً أمنياً يصل لمرتبة الخزي والعار في ظل تشدق ساساتهم ليل نهار بقوة النظام الأمني وحديدية قبته الصاروخية. أما حليفتها واشنطن فجاء رد فعلها على لسان وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون التي أكدت أن الولايات المتحدة لا تريد حرباً إقليمية أو نطاقا في الشرق الأوسط، مشددة على أن أولوية الإدارة الأمريكية تتمحور حول التوصل لحل دبلوماسي يؤدي إلى خفض التصعيد على الحدود مع لبنان.
أفادت وسائل إعلام تابعة لقوات الحوثي أن طيرانا أمريكيا وبريطانيا شن 3 غارات على منطقة الطائف جنوبي الحديدة. وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أكدت استمرارها في التركيز على ضمان الحد من هجمات قوات الحوثي في البحر الأحمر. وشدد المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر على ضرورة أن تفهم قوات الحوثي أنه سيكون هناك ثمن يجب دفعه مقابل منع حرية الملاحة في هذا الممر المائي الدولي الحيوي. أعلن الجيش الأمريكي تدمير 8 طائرات مسيرة تابعة لقوات الحوثي في اليمن وواحدة فوق خليج عدن خلال الساعات 24 الماضية. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أنه لم يتم تسجيل إصابات أو أضرار للسفن الأمريكية أو سفن التحالف أو السفن التجارية. وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أعلنت في وقت سابق أن سفينة استهدفتها قوات الحوثي يعتقد أنها غرقت في البحر الأحمر على بعد 66 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة الحديدة اليمنية. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي وقعها مع زعيم كوريا الشمالية تتضمن بندا حول الدفاع المشترك ينص على مساعدة البلدين لبعضهما البعض في صد أي عدوان خارجي. وقال بوتين إن اتفاقية الشراكة الشاملة الموقعة بين بلاده وبيونغ يانغ تنص على المساعدة المتبادلة في حال تعرض أحد طرفي الاتفاقية لعدوان. من بيونغ يانغ ترسل موسكو رسائلها إلى كييف وحلفائها، حيث يعزز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين علاقاته السياسية وشراكاته الدفاعية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. وتأتي زيارة بوتين الأولى منذ 24 عاماً للدولة الأكثر انعزالاً في العالم وسط مخاوف غربية من تزويد كوريا الشمالية المسلحة نووياً لحلفاتها روسيا بمزيد من الصواريخ المدفعية والصواريخ العابرة للقارات في هجومها على أوكرانيا. إزالة هذه المخاوف لم تكن ضمن أهداف بيونغ يانغ، بل صارع زعيمها بإثباتها من خلال تصريحاته التي أشار خلالها إلى أن بلاده تدعم موسكو في حربها ضد كييف، وأن العلاقات مع روسيا تدخل حقبة جديدة من الازدهار مع تعزيز التعاون الاستراتيجي. تأكيد شدد عليه الرئيس الروسي خلال محادثاته قائلا إن وثيقة تأسيسية جديدة للعلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ باتت جاهزة، وأن روسيا تحارب سياسة الهيمنة والإمبريالية التي تنتهجها الولايات المتحدة وحلفاؤها منذ عقود. نحن نقدر بشدة دعم بيونغ يانغ المستمر والثابت لسياسات روسيا، بما في ذلك دعم موسكو في حربها ضد أوكرانيا، وأشير في ذلك إلى كفاحنا سويا ضد سياسة الهيمنة المفروضة منذ عقود وسياسة الإمبريالية التي تنتهجها الولايات المتحدة ضد روسيا. إذن هو منحا جديد تشهده العلاقات الروسية مع كوريا الشمالية مع تعزيز البلدين اللذين يخضعان لعقوبات دولية واسعة النطاق للتعاون السياسي والعسكري فيما بينهما، وهو ما يؤرق الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة. اتهمت أوكرانيا كوريا الشمالية بتوفير مساعدة عسكرية لروسيا تتيح القتل الجماعي للمدنيين، ودعت إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة لعزل البلدين، وذلك عقب زيارة الرئيس فلاديمير بوتين لبيونغ يانغ. قال مستشار الرئاسة الأوكرانية إن بيونغ يانغ تزود موسكو عمدا بعدد كبير من القذائف ذات العيار الكبير والتي تسمح لها بالحفاظ على كثافة عالية من الهجمات المدفعية والصاروخية، وأضاف أن هذا التطور سيكون له تأثير على مسار الحرب ككل وسيزيد عدد الضحايا المدنيين بشكل كبير. اتهمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا فرنسا بإثارة جولة جديدة من المواجهات المسلحة في منطقة القوقاز. جاء ذلك في معرض تعليق زاخاروفا على إعلان وزارة الدفاع الفرنسية عن توقيع أرمينيا على عقد مع فرنسا لشراء أنظمة مدفعية ذاتية الحركة سيزار، وذلك بعدما أفادت وزارة الدفاع الأرمينية بتوقيع اتفاقية تعاون مع شركة الدفاعات الفرنسية الألمانية.
على جانب آخر، شددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية على أن موسكو لديها مجال واسع للرد على خطة الاستيلاء على الدخل من أصولها. نفت الخارجية الروسية وجود اتصالات بين روسيا وسويسرا بشأن القمة حول أوكرانيا، مشيرة إلى أن موسكو لم تعتبر بيرن طرفا محايدا منذ فترة طويلة. كان وزير الخارجية السويسري قد أشار في وقت سابق قبل أيام إلى اتصالات منتظمة تجريها بيرن مع موسكو في سياق جهود سويسرا لتنظيم وإجراء ما يسمى بقمة السلام بشأن أوكرانيا. وفي سياق متصل، أعلن مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندري يرماك أن المسؤولين الأوكرانيين بدأوا بالفعل الأعمال التحضيرية لتنظيم قمة سلام ثانية، وذلك بعد انعقاد القمة الأولى بقيادة أوكرانيا مطلع الأسبوع الجاري في سويسرا. Тої ситуації, яка сьогодні безумовно вимагає від влади. Invito tutti sul sito missioneprimoagosto.org a festeggiare insieme. Non importa in quale parte del mondo viviamo. والآن إلى آخر أخبار المال والأعمال. أخبار المال والأعمال للتاسعة مع رجائي رمزي. إليك رجائي. شكرك، شكرا جزيلا أذا، شكرا ليك يوسف. مشاهدينا، أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الجولة الاقتصادية. بدأت المفوضية الأوروبية الطريق لإجراءات العجز العام المفرطة ضد 7 دول في الاتحاد الأوروبي. أكدت المفوضية الأوروبية أن هذه الإجراءات تشمل فرنسا وإيطاليا وبلجيكا والمجر بالإضافة إلى بولندا وسلوفاكيا ومالطا، مضيفة أن هذه الدول التي تجاوزت العام الماضي حد العجز الحكومي بالغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي سيتعين عليها اتخاذ إجراءات تصحيحية للامتثال لقواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي في المستقبل تجنبا للعقوبات المالية. أكد بنك إنجلترا أن التضخم في بريطانيا عاد إلى المعدل المستهدف عند 2%، وذلك في مايو الماضي منذ ما يقرب من 3 سنوات. وأكد بنك إنجلترا أن عودة التضخم إلى المعدل المستهدف ليس كافيا في حد ذاته بالنسبة له للبدء في خفض أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن تضخم أسعار الخدمات بلغ 5.7% بانخفاض عن 5.9% في أبريل، لكنه لم يتراجع كثيرا إلى 5.5% كما توقع خبراء الاقتصاد. مع تلاشي التأثير الاقتصادي لجائحة كورونا وهدوء حدة تداعيات الأزمة الأوكرانية، أعلنت بريطانيا عودة التضخم إلى المعدل المستهدف عند 2% في مايو الماضي لأول مرة منذ ما يقرب من 3 سنوات. ورغم إيجابية النبأ، إلا أن بنك إنجلترا يرى أن عودة التضخم إلى المعدل المستهدف ليس كافيا في حد ذاته بالنسبة له للبدء في خفض أسعار الفائدة، إذ جاء الانخفاض الأخير في التضخم مدفوعا بتخفيض فواتير الطاقة المنزلية في شهر أبريل، وهو التأثير الذي يرى البنك أنه سوف يتلاشى في وقت لاحق من هذا العام، متوقعا أن التضخم سوف يرتفع مرة أخرى. وبحسب استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز للأنباء، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يبدأ بنك إنجلترا في أغسطس المقبل بخفض أسعار الفائدة من أعلى مستوى لها في 16 عاما عند 5.25%، بينما تعتقد الأسواق المالية أن أول خطوة للبنك ستكون في سبتمبر أو أكتوبر على الأرجح. إذن هو تفاؤل حذر، أو ربما تفاؤل محفوف بطاقة تشاؤمية نابعة من إدراك واقعي بحقيقة الوضع الاقتصادي الذي تعيشه بريطانيا، سادس أكبر اقتصاد في العالم، والتي لا تزال تخوض حرب بقاء منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي، وما تبع ذلك من تطورات كانت لها انعكاسات واسعة عليها، بداية من جائحة كورونا، مرورا بتداعيات الحرب في أوكرانيا،
ووصولا لأزمة الطاقة وتكلفة المعيشة وانفجار معدلات التضخم مع تعطل سلاسل الإمدادات بفعل التوترات والصراعات متعددة الجبهات في العالم، لتبقى الأيام القادمة شاهدة على ما ستصل إليه أرقام الاقتصاد البريطاني. أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض خلال التداولات بفعل خسائر شركات العقارات والتكنولوجيا، في حين دعمت مكاسب شركات التعدين الأسهم البريطانية مع احتواء أثر بيانات التضخم. هذا وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا بنحو 0.2% مع هبوط مؤشر قطاع العقارات 1.2%. أيضا مؤشر أسهم التكنولوجيا هبط بنسبة قدرها 1.1%، فيما حقق مؤشر أسهم المواد الأولية أفضل أداء له ما بين القطاعات بعد صعوده 0.6%، وذلك بفضل انتعاش أسعار المعادن. فيما عوض المؤشر Financial Times 100% البريطاني عوض خسائره في وقت سابق من جلسة التداول وأغلق على ارتفاع بنحو 0.2%. في أسواق البترول العالمية مشاهدينا، ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في 7 أسابيع بعدما فاق تأثير التفاؤل إزاء الطلب في الصيف وأيضا المخاوف من تصاعد الصراعات على تأثير تقرير ذكر أن مخزونات الخام الأمريكية زادت على غير المتوقع. هذا ارتفعت العقود الأجل الخام برنت بنسبة بلغت 0.3% مسجلة 85.53 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الأجل الخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة بلغت 0.3% مسجلة 81.60 دولار للبرميل، فيما زادت أيضا أسعار المازوت عالميا بنسبة بلغت 0.82% مسجلة 2.52 دولار للتر. وصلت الارتفاعات أيضا فيما طالت أسعار الغاز الطبيعي التي سجلت ارتفاع بنسبة قدرها 1.22% لتصل إلى 2.82 دولار، وذلك لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. كشفت صحيفة صينية عن أن شركات صينية لصناعة السيارات تحث بكين على زيادة الرسوم على السيارات الأوروبية المستوردة التي تعمل بالبنزين ردا على قيود فرضتها بروكسل على صادرات السيارات الكهربائية صينية الصنع. في المقابل قالت المفوضية الأوروبية أنها تدرس الوضع بهدف مناقشة إمكان التوصل إلى حل مقبول من الطرفين. جاء إعلان المفوضية الأوروبية في 12 من يونيو أنها ستفرض رسوما لمكافحة الدعم بنسبة تصل إلى 38.1% على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة اعتبارا من يوليو، في عقب تحرك الولايات المتحدة لزيادة الرسوم الجمركية على السيارات الصينية في مايو الماضي. مشاهدينا، نهاية هذه الوقفة الاقتصادية، عودة مجددا إلى أدى ويوسف، إليكم. شكرا لك رجائي. تسلم رئيس وكالة الفضاء المصرية شريف صدقي أعمال الدورة 67 للجنة المعنية بالفضاء في الأمم المتحدة. تعد هذه هي المرة الأولى لدولة إفريقية أن تترأس أعمال هذه اللجنة منذ تأسيسها في ديسمبر عام 1959. جاء ذلك خلال أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الأول والمعني بالأنشطة القمرية المستدامة واللجنة 67 المعنية باستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية بمشاركة مصر والإمارات في فيينا. We'll be right back.
الآن جاء موعدنا مع أخبار الرياضة لنشرة التاسعة. الجولة الرياضية وأخبار الكرة والملاعب مع رجاء رمزي مرة أخرى. إليك رجاء. شكرا يوسف. شكرا أدم. مشاهدينا لوقفتنا الثانية وقفة رياضية. فاز الفريق الأول لنادي مودرن فيوتشر على سيراميكا كليوباترا بهدف دون الرد ضمن الجولة 26 من الدوري الممتاز لكرة القدم. يأتيها مع تحقيق نادي مودرن فيوتشر الانتصار الثاني له على التوالي في مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم. سجل لاعب مودرن فيوتشر عبد الكبير الوادي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 12 من ركلة جزاء. يأتي هذا فيما فاز بيراميدز على بلدية المحلة بهدفين دون الرد في المباراة التي جمعتهما على ساد السويس التي تأتي ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري. يأتي فوز بيراميدز على بلدية المحلة ليتحقق له الفوز 11 على التوالي. بهذه النتيجة يواصل بيراميدز صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 59 نقطة، بينما يحتل بلدية المحلة المركز 16 في ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة. تعادل منتخب كرواتيا وألبانيا بهدفين لكل منهما في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأوروبية التي تستضيفها ألمانيا حاليا حتى 14 من الشهر القادم. أصبح المنتخب الألباني بذلك في المركز الثالث من المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة متقدما بفارق الأهداف أمام المنتخب الكرواتي الرابع وفي جعبته نقطة أيضا. في المقابل أصبح منتخب ألمانيا أول المنتخبات المتأهلة إلى ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا بعد فوزه على المجر. فاز منتخب ألمانيا على المجر 2-0 في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الأولى. رفع منتخب ألمانيا رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة قبل مباراة سويسرا وإسكتلندا، بينما تلقت المجر خسارتها الثانية في المجموعة لتبقى دون رصيد من النقاط. نهاية مشاهدينا هذه الوقفة الرياضية. عودة مجددا إلى يوسف وأدا، فإليكم. شكرا لك رجائي. وصل أكثر من 882 طالب لجوء إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة في أعلى معدل يومي منذ أواخر عام 2022. وأظهرت بيانات أولية من وزارة الداخلية البريطانية أن العدد الإجمالي للمهاجرين منذ بداية العام وصل إلى أكثر من 12300 مهاجر. والآن إلى آخر أخبار الطقس. آخر أخبار الطقس ووقفة أخيرة مع رجاء رمزي. إليك رجاء. شكرا لكم مشاهدينا. توقعات خبراء الطقس نتبعها وإياكم في هذه الجولة الجوية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وأيضا جنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية. فيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس على محافظات ومدن الجمهورية، نبدأها بمحافظة القاهرة العظمى فيها 38، الصغرى فيها 26، جوحار، الإسكندرية 32-22، مطروح 30-22، بورسعيد 33-25، محافظة الإسماعيلية العظمى فيها 38، الصغرى فيها 24، محافظة السويس العظمى فيها 38، الصغرى فيها 24، العريش 34-22، طابة 38-26، شرم الشيخ 42-30، الغردقة 40-30، محافظة الأقصر العظمى فيها 46، الصغرى فيها 30، أسوان 47، الصغرى فيها 30، الوادي الجديد 42-30، شلاتين 42-30، أما محافظة حلايب العظمى فيها 37، الصغرى فيها 29.
لأن نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. نتابع. لأن مشاهدينا أترككم ولقطات اليوم. هو في خلف تامر وبهذه اللقطة تنتهي نشرتنا ويتبقى التذكير بالعنوان. حجاج بيت الله الحرام يتمون مناسك الحج. مصر تنفي ما تردد بشأن مشاركتها بقوة عربية تابعة للأمم المتحدة للسيطرة على المعابر مع غزة. مع تصاعد المواجهة على الحدود في الجبهة الشمالية، حزب الله اللبناني يهدد بأنه لن يكون هناك مكان آمن في إسرائيل. مشاهدينا الكرام، وصلنا مع حضراتكم لنهاية نشرة التاسعة من التلفزيون المصري. شكرا لطيب المتابعة، وكل عام وحضراتكم بخير. كل عام وحضراتكم بخير.